تتجه الانظار اليوم الى الملعب بين جميل مكة باناسيما ستاديوم بدار السلام لاستضافة مباراة قوية وهامة بين فريق الهلال السوداني وفريق النجم السحري التونسي في الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال افريقيا الكل يريد مشاهدة المباراة اذا ما عليك فضل تضغط سر لايك بالقناة وتابع معنا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب المباراة في 8 ساعة من مساء بتوقيت تونس والساعه 9 ليلا بتوقيت السودان والساعه 7 مساء بتوقيت غرينيت وسوف تنقص المباراة على قناه بي سبورت سيتا الناقل الحصري للمباراه القويه اليوم تجدون الرابط في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في وشاركونا وشاركوا توقعاتكم للمباراه من سوف يفوز هل فريق الهلال السوداني المستوفرة اليوم أو فريق النجم الساحلي التونسي الضيف التقليدي اليوم؟